الحقيقة مشهد مهم ومؤثر ليس فقط على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي، تحققهما مصر وتركيا بهذه الزيارة الهامة للغاية. الحقيقة سفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إنه من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة مباحثات معمقة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. من المقرر أيضا أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة لتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية في القطاع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. كمان بيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون. هاتفيا بينضم إلينا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أنا برحب بيك في اليوم. أهلا بيك يا أستاذة دينا، وأهلا بمشاهدينك الكرام يا فندم. أهلا بيك. زيارة مهمة وتاريخية تأتي في وقت حرج للغاية بما يمر طبعا بالإقليم، يحتاج لوضع مزيد من النقاط على الحروف، فكيف ترصد أهمية هذه الزيارة وتوقيتها؟ طبعا زيارة مهمة جدا، وبتعكس حرص قيادة البلدين وبشكل كبير على عودة العلاقات أقوى من الأول بكثير، باعتبار أن هناك حرص ورغبة وإرادة سياسية مشتركة على مستوى الدبلوماسية الرئاسية بتحقيق اختراق حقيقي وطي صفحة الماضي وفتح صفحة بيضاء ناصعة في العلاقات المصرية التركية. هذا التقارب سيصب قولا واحدا في مصلحة الكثير من القضايا الإقليمية والعربية التي تحتاج إلى تضافر الجهود المصرية التركية لتنعكس هذه الجهود على حلحلة المشهد المعقد، في ظل أن هناك الكثير من التعقيدات التي لا تستطيع أي دولة أن تحلها منفردا، ولكن بكل لابد أن تأكيد. يكون دكتور هناك حامد ابقى توافق. معي، ابقى معي دكتور حامد، لأنه بينضم إلينا من أنقرة الكاتب الصحفي محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع. برحب بيك يا أستاذ محمد. أهلا بك وبكل السادة المشاهدين. وأنت من أنقرة، كيف رصدت ردود الفعل الصحفية والإعلامية سواء من الجانب التركي أو من الجانب الدولي، لأنك مطلع بكل تأكيد؟ يعني هناك اهتمام كبير جدا بهذه الزيارة، الدليل على ذلك، وأنا أتحدث إليك من قاعة المباحثات التي سيتم فيها توقيع عدد من الاتفاقيات. الوفود المرافق بين الرئيسين دخل، ويتبقى فقط دخول الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه القاعة، عشرات الكاميرات وعشرات الصحفيين، مما يؤكد على اهتمام الجانب التركي بهذه الزيارة. وسائل الإعلام التركية سبقت هذه الزيارة بالحديث والإشارة إلى مجلس الشراكة رفيع المستوى بين الرئيسين اللذان يعني الذي سيرأسه الرئيسان، وبالطبع توقيع عدد من الاتفاقيات سواء فيما يتعلق بالتنمية الصناعية وفيما يتعلق بالسياحة. هناك يعني معلومات تتحدث عن أن السياحة التركية تزيد في هذه الفترة بفضل الإجراءات منذ زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة، وبالتالي ثمار هذه الزيارة زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة ستكون قريبة جدا فيما يتعلق بالاستثمارات التركية في مصر، وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تركيا، والتسهيل وجذب المزيد من الاستثمارات، اهتمام كبير جدا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات في السياسة. هل تم الإعلان أستاذ محمد عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي؟ لأنه كان في فبراير الماضي هنا في مصر، في فبراير الماضي، فهل هناك زيارة أيضا يعني مرتقبة؟ على مستوى الرئيسين لا توجد معلومات عن زيارات متبادلة أخرى في القريب العاجل، وبدليل أن الرئيس أردوغان زار القاهرة والرئيس السيسي زار أنقرة، لكن على مستوى الحكومة المصرية ستكون هناك زيارات متبادلة في القريب العاجل. يعني حسب معلوماتي هناك وزراء وزير الاستثمار والتجارة سيزور تركيا في يناير، هناك عدد من الوزراء سيقومون بزيارة تركيا، وهناك عدد أيضا من الوزراء في الحكومة التركية سيزورون مصر للبناء على تفعيل كل هذه الاتفاقيات. وأيضا
هناك اهتمام برجال الاعمال الاتراك ورجال الاعمال المصريين لتكون هناك زيارات متبادله خلال هذا العام. اضافه الى ذلك كانت المباحثات بين الرئيسين تناولت الاوضاع في المنطقه، الوضع في غزه، هناك توافق على ضروره ان يكون هناك وقف لاطلاق النار فورا، المنطقه لا تحتمل المزيد من التصعيد ولا تحتمل فتح جبهات جديده ولا تحتمل الا الاستقرار، واستقرار هذه المنطقه يكمن في حل القضيه الفلسطينيه وحصول الشعب الفلسطيني على كامل مستحقاته وفقا وحقوقه وفقا للقانون الدولي. ما يحدث في غزه الان هو وصمه عار على جميع المجتمع الدولي، وبالتالي يعني هناك التوافق بين الرئيسين على ضروره بذل المزيد من الجهد، ويعني استغلال وضع تركيا في اوروبا واستغلال وضع مصر الاقليمي والدولي للضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الى اهلها في غزه فورا. بكل تاكيد غزه هو محور هام على طاوله الحوار. في رايك يعني ونحن في انتظار المؤتمر الصحفي وما يتمخض عنه من اعلان عن اتفاقات تعاون مشتركه وما الى ذلك، لكن فيما يخص غزه تحديدا ابرز ما سيتم تناوله؟ هناك عناوين رئيسيه في هذا الاطار وعبرت عنه القاهره في كل المؤتمرات وفي كل الاتصالات وفي كل الزيارات التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه عن مع المسؤولين، ضروره وقف اطلاق النار فورا، الانسحاب الكامل من محور صلاح الدين الذي يعني تبتز به اسرائيل الدول، ويعني اسرائيل لم تحقق اي مكاسب على مستوى يعني حتى الوعود التي وعد بها نتنياهو، سواء القضاء على حماس، سواء يعني عودة الرهائن الإسرائيليين، سواء حتى على مستوى الضغط العالي من قبل الإسرائيليين داخل المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو، ولم يحقق أي مكاسب ولا وعود. ونحن نعرف جميعا أن بمجرد وقف هذه الحرب فإن مستقبل نتنياهو السياسي سيقضى عليه تماما، ويعرف ذلك، لذلك هو يمد أمد الحرب. وعندما أردنا أن نصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فتح يعني جبهة جديدة في لبنان، لأنه يريد إشعال الحرائق في المنطقة دائما لاستمرار وضعه السياسي، فهو لا يبحث إلا عن مصالحه. وبالتالي هناك سيكون في المؤتمر الصحفي هناك تأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين، ضرورة إنفاذ المساعدات، يعني إسرائيل جعلت الحياة في غزة غير صالحة تماما، وهذا هو هدف إسرائيل وتهجير السكان، ومصر ترفض ذلك وتقف له بالمرصاد، وبالتالي الموقف المصري موقف صلب، والعالم أصبح الآن يتحول ويدعم الموقف المصري فيما يتعلق برفض التهجير، حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية وكلام الرئيس بايدن مع الرئيس السيسي يؤكد على رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين سواء خارج أراضيهم أو إلى أي مكان، وطبعا وفي قلب منها بكل تأكيد. أستاذ محمد، مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين تحمل العديد من الاتفاقات والرؤى المشتركة، أبرز أوجه التعاون المتوقع الإعلان عنها اليوم؟ يعني قلنا ان هناك اتفاقيات سيتم مذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها فيما يتعلق بالاستثمار في مجال الصناعه، فيما يتعلق بالسياحه، التبادل التجاري، حتى على المستوى الثقافي، مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ وارث ثقافي كبير، وبالتالي التبادل الثقافي مهم مثلما فعلت مصر مع اليونان وقبرص، قدما يكون هناك تعاون ثقافي، هناك تبادل حتى على مستوى المعلومات وفي الامن وفي مكافحة الإرهاب، وتركيا دولة مهمة في أوروبا ومصر دولة مهمة سواء على مستوى أنها بوابة أفريقيا أو حتى على مستوى الجزء منها الخاص بسيناء ووضعها في المنطقة واستقرار وأمن المنطقة. كما نؤكد ونقول أن مصر وتركيا دولتان كبيرتان، والتوافق بينهما والمصالح المشتركة بينهما ستنعكس بالطبع على مصالح وشعبين الشقيقين، وسيتم من خلالهما الضغط بقوة لإنفاذ مصالحهما، يعني والعالم يعرف ذلك. هذا التكامل كان لابد أن يحدث، هذا التكامل يعني يحدث اليوم بعد سنوات. نحن نقول دائما أنه لا خلاف دائم في السياسة ولا توافق دائم، ولكن إذا كان هناك احترام للمصالح المشتركة يعني لما كنا هنا اليوم ولما كان الرئيس أردوغان في القاهرة قبل أشهر عديدة، وبالتالي مرحلة جديدة، مرحلة تاريخية وزيارة مهمة جدا.
الكاتب الصحفي محمد الجالي مدير تحرير اليوم السابع، كنت معي عبر الهاتف من أرقاء أنقرة، شكرا جزيلا لك. أيضا نشكر الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية الذي فقدنا الاتصال به، وسنحاول التواصل معه مرة أخرى.